انتشر شويه. ذبحتوا لنا يا جماعه شلون انتشر؟ انتشر قلنا شويه الحين قلنا نسوي سنه والحين دزينا مقاله لمده سنه عندنا وعالجنا اللي كان عنده ارتفاع في الكوليسترول الاسمان اللي كان عنده ارتفاع في الكوليسترول وطبقنا معاهم سنه الكوليسترول اللي كان عندهم عالي وصار طبيعي جدا. وحتى اللي كان عندهم امراض السكر نسبه السكر عندي ناس وايدين لو عندكم على الهواء المباشر يمكن يكلمونكم يقولون لكم ان شلون الموضوع. دكتور شايك نشوق العالم ونعلقهم شوي ونتكلم تفاصيل اكثر لكن نطلع فاصل عشان الناس تقعد وتظل تتابعنا. راح نطلع فاصل صغير ونرجع مع الدكتور حسين دشتي راجعين مره ثانيه. رجعنا مرة ثانية مع الدكتور وحديثك جدا جدا مشوق دكتور صراحة. نبي نعرف الحين يمكن احنا برنامجنا شبابي واكثر اللي قاعد يشوفونه شبابي وكذلك امهات فودنا نفيد الكل. نعم. لان الام اللي بتطبخ فودنا ان تعرف شلون توكل العيال بالضبط شنو اللي زين واللي مو زين. مثل ما ذكرت انه في كوليسترول ضار وفي جيد فودنا نصائح نقاط معينة نستفيد. بس محمد ما يخالف انا استاذن منك شوي بس بديش قبل لا ندش في الموضوع نفسه وشلون الاكل الصحي ذاته. موضوع البدائل يعني انت توك ذكرت البروتينات شيء اساسي والبيض واللحم والسمك. يعني في ناس فيهم حساسيه انا واحد عندي حساسيه من البيض مثلا والبروتين شيء مهم في البيض. شنو البديل؟ شنو اقدر اخذ مكان البيض مثلا؟ اوكي مو مشكله. و اي شيء انت تحس فيه ان عندك حساسيه ابتعد عنه ما عندي مشكله. يعني انا اقول اهم شيء انت ما دام مبتعد عن انواع الطحين والاشياء المصنوعه من الطحين بعدين اكل لك حتى فاكهه ما عندي مانع تاكل يعني حتى بعد اسبوعين او حتى في البدايه واحد ضعيف عنده 5 كيلو زياده ما عندي مانع انه ياخذ فاكهه. انا مو مانع فاكهه محمد يعني على السكريات قصدك السكريات إيه بس الناس يعني. اللي يجيني مثلا وزنه 200 كيلو او عندي انا حالي عندي 250 كيلو وهذا عندي الشخص هذا ما مو ذاكر اسمه ما راح اذكر اسمه زين ويمكن يشوفني الحين 180 كيلو من 250 ل لا 180 كيلو يعني 70 كيلو خلال 9 اشهر او سنه. ريال مطبق البرنامج وكان فاقد الامل يعني ان شاء الله مستقبلا راح ان شاء الله اذا صار مجال نيبه ممكن تجارب خلي نتكلم عن الموضوع وعارف البرنامج احسن من اي دكتور لانه يعرف التجارب الشخصيه اكثر وكل شيء كل شيء مسوي لي مذكره راح ان شاء الله اخلي في الطبعه الخامسه من الكتاب ايش ياكل الصبح ريوقه ايش ياكل غدا ايش ياكل عشاء ايش ياكل ايش قدر يمشي اول ايام ما كان يقدر يتحرك يعني سياره 250 ف يعني الحمد لله شيء جيد وغيره اكو ناس اساميهم ما اذكرهم ما ودي يعني احرجهم ولا شيء ولكن هالامور معروفه يعني دكتور عفوا تفضل تفضل بالنسبة إذا عندك حساسية من شيء معين أكو ناس عندهم حساسية من الربيان أقول لا تأكل الربيان يا ولد عمي أكل لك شيء اللي عندك مثل السمك عندك أشياء كثيرة تحب قبقب أكل لك قبقب ياكل قبقب سرطان البحري أو يسمونه شو يسمونه ما قبقب قبقب الكابوريا أكل لك لحم أكل لك كباب أكل لك تكة أكل لك ريش اكلك ستيك انت الناس تبتعد عن هذا كله على اساس انه والله رجيم وبضعف ماكو رجيم كلام رجيم كلام فاضي رجيم ماكو خلي يسمعون البنات اي رجيم كلام اي رجيم الله عداكم رجيم رجيم والله عندنا عرس بعد 3 اشهر شهرين خلينا نسوي رجيم شو الحج الفاضي انت اكل من طيبات ما رزقناكم يا اخي صح صح اكل الله يقول لحم طير مما يشتهون صحيح يعني اقول لهم اخذوا زيت الزيتون يا اخي من اروع ما يمكن يعني يقول لك الحين سكتة القلبية في حوض بحر الأبيض المتوسط وفي إيطاليا أقل من أمريكا لأنه يعتمد مع أنه يأخذون دهن زيت الزيتون ويأخذون أكلات بحرية اللحوم ليش ما عندهم سكتة قلبية يخففون من هالمعجنات الفطاير طايحين كل يوم معجنات فطاير كله حلو لأنه نستانس إدمان عندنا أو شاكليتة والله دكتور ما أقدر شو ما تقدر قدروا 10 انت الولد حطوا بحلجك شكليت الله يهداك فالفكره ان احنا صار عندنا ادمان انا لو اقطع الادمان 4-5 ايام صدقني تكره شيء اسمه العيش في اشياء حلوه يقول لي خبز اقول له اخذ لك خش استعملك خبز مثلا حط عليه قطعه جبنه حط عليه همبرجر حط عليه بيض كلك ما هذا لا تخلي نفسك جوعان من حسيت بالليوع اخذ لك خياره اخذ لك جبن مثلثات اخذ لك اجبان حلوم عندك اخذ لك رول اخذ لك تركي اخذ لك شرايح لحم
فالبرنامج ما اخلي الشخص يحس يئن بالجوع، ما اقول له والله اكل لك ربع خبزه وفقير متاذي ودايق كاره.